وبه نستعين رئيس الجمهورية السادة أعضاء بسم الله والتهيئة العمرانية أساتذة المدرسة الوطنية ذوي الألقاب والمقامات عائلة المجاهدين السيدات والسادة أولياء إن تخرج هذه الدفعة يأتي في الوقت الذي تجسد فيه بلادنا تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خيارها الاستراتيجي في تسريع تحولها الاقتصادي والاجتماعي معتمدة في ذلك على مواهب أبنائها ورأس مالها البشري الذي يتعين اليوم وغدا ودائما تعزيز وتطوير وتثمين بشكل طمو وأسعر وأسرع وأعلى وأبعد لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.